قلت البارحه سمعنا بواحد الخبر ديال واحد السيده توفات هذه اسبوع باحد المقبرات الموجوده بمدينه محمد تسمى مقبره بوير حسن. ومشينا لعين المكان وكانت هناك السلطات المحليه والقوات العموميه والامن الوطني، واكبنا عن قرب العمليه التي قامت. هناك بعض الاشخاص ذكور واناث كيقولوا بان بعض الاصوات ديال كتسمع بان السيده في القبر ديالها كتدفع برجليها، وسميتو استغربنا لهذا سميتو. بالنسبه لي انا شخصيا سمعت ذاك الصوت، ولكن الاحتمال اللي عندي هو ربما احد المواطنين كيحفر في شي بير بالصوندا، لان ديك الطريقه ديال الصوندا كتعطي الصوت ديالها على بعد 3 ديال الكيلومترات. هذا هو التحليل ديالي. ملي السيده جبدوها من القبر ديالها، لا عينت، كنت من الناس المتطوعين اللي هزيت معهم الصندوق وطلعت معهم لومبيلونس ديال الوقايه المدنيه، واحد اشخاص الوقايه المدنيه اللي نفس الصندوق على السيده وقلبها، صاب السيده صراحه ميته شبه موت. وديناها لامورغ، ولامورغ جا ميدسان في شخص الدكتور رشيد، والسي رشيد دار الاجراءات ديالو الطبيه، والهضره اللي قال هي اللي كاينه. السيده كما كنقولوا حنا، السيده مسكينه الله يرحمها شابعه موت. اول اللي استغربنا ليه هو السيده، ما كاينش ديك الريحه، ريحه ما كايناش، ريحه كريهه. اللي اكيد اللي عاينته انا بعيني، يعني ملي حلينا الصندوق لقينا السيده مكفنه كيما كنحطوا الجثه في التابوت، مقبله من تيمنا يعني على اليمين ديالها، الناس على اليمين ديالها، ما كاينش شي حركه اللي كتدل على انها كانت كتقاوم او لا كانت كتطلب او لا كانت تطلب شي نجده او لا كانت كتدق برجليها ولا سميتو، لان السيده كانت في الوضع اللي كنحطوا فيه اي متوفيه او متوفي، كنحطوه في التابوت، كنحطوه على اليمين ديالو، كنديروا له واحد القطن في نيفو وعلى اساس باش ما يقطرش الا كان شي نزيف ولا كان وسميتو. هذا الشيء صناه كما يلا حطيناها. هذا من جهه، من جهه ديال المساله ديال الريحه، فعلا ما كانتش شي ريحه، كانت واحد شويه بالريحه كتعطي، وهذا ناتج لان باش تعطي الريحه بزاف، اولا خاص يكون الفصل صيفي، والثاني خاصها تكون واكله، واول حاجه كتعفن في الذات ديال الانسان هي المعده، لانها كتكون مليئه بالمواد الغذائيه، وهذا كتعفن هي الاولى. السيده كانت دايره لوبيراسيون، يعني قبل ما دير لوبيراسيون على الاقل واحد 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع ما غاتكونش واكله، ومن بعد ملي غادي دير العمليه غادي يدخلوها للانعاش، ربما لان هي كان عندها شي مشكل او لو سميتو، بالتالي انها ما غاديش تاكل، غادا تتغدى عن طريق السيروم. فبالتالي هذه المساله ديال التعفن ممكن انها ما تعفنش على واحد المده. هذا هو اللي زعما حنا الخبره اللي واخدينها من هاد الخدمه ديالنا حنايا. ومساله ديال كيقول لك اودي كانت كتدق وكانت كدير وكذا وهذا، اولا بالنسبه باش تسمع الصوت ديال الانسان داخل التابوت، وفوق منها صفيات ديال السيما، وفوق منها على الاقل واحد طون ديال الطرغام، يستحيل ولو يكون ديروا واحد حي لداخل ونقولوا له غوت ما نسمعوش. هذه مساله اللي كاينه. وبالنسبه للسيده قلت لكم راه ملي دخلناها المستودع الاموات فاش حلينا الصندوق، يعني انسانه ميته كما تحطت كما باقا. الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين جميعا، اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم جميعا.